السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نشرح موضوع اللقاحات، لقاحات الدجاج، ضرورية لو مو ضرورية. اخواني، اذا الدجاج مالتك ما مهتم به، يعني قليلات وما مهتم بهن وما مهتز بهن، فاللقاح مو ضروري. يعني احد الاخوان يسأل يقول عندك كم دجاجة، يعني ضرورة لقحن؟ لا اخي، مو ضروري تلقحن، بس الافضل انه تلقح. اذا دجاجك غالي او معتز به الافضل تلقحه، ومو شرط اللقاح يشتغل. ونجي على انواع مال اللقاحات. اللقاحات اكو مفاهيم خاطئه موجوده بالفيسبوك، اللي هي تقول مثلا جاي يبيع الدجاج مالته يقول انا مطيهن لقاح صره. اخي، لقاح الصره ماكو شيء اسمه لقاح صره، اكو علاج للصره يطول الافراخ مال الدجاج، هذا مو لقاح. فخلي نميز بين اللقاح والعلاج. اللقاحات تنقسم قسمين، لقاح حي ولقاح ميت. يعني مو هذا زين وهذا مو زين، لا، اثنينات زينات. بس اللقاح الحي اللي ينطي عن طريق الشرب، اللي غالبا منتشر ينطي عن طريق الشرب، هو ينطي بثلاث طرق: طريق الشرب او عن طريق الرش، يعني الرذاذ مرشه ونرش الدجاج، او تقطير بالعين. هن هذن ثلاث الطرق نعطيهن للقاح الحي، واللي اللقاح الحي يكون افضل من اللقاح الميت، لان مده مالته، الفعاليه مالته على الدجاج اكثر، يعني لا تقل عن 6 اشهر اذا اللقاح عندك اشتغل ومصادره زينه، يعني مصدر مالته زين وطيته بالطريقه الصحيحه، وناشر فيديوهات شلون نعطيهن للدجاج، شلون نعطي اللقاح الحي. اللقاح الميت ينطي بعد اللقاح الحي ويجي يعزز المناعة، مناعة اللقاح وشغل اللقاح. إذا اشترينا لقاح من البيطري أو من المكاتب اللي تبيع اللقاحات، اللقاح اللي ينطي عن طريق الشرب، فأخواني لازم نتأكد إنه المي الموجود اللي راح نلقح به الدجاج كون ما بي مادة الكلور، يعني مو مي مال بوري. إذا ماكو غير مي يعني مي البوري، فلازم نعوفه 3 أيام من فورة، ونعوفه 3 أيام من الطين مباشرة اللقاح، لأن هاي مادة الكلور راح تقضي على الفيروس وما راح يشتغل عندنا اللقاح. ولازم يكون المي بارد لما نخلي اللقاح، ولازم الجو أيضا يكون بارد. نعطش الطير لمدة نص نهار أو من الصبح مثلا، ما نطيهن مي، نعوفهن 2 أو 3 ساعات على مود نتأكد أنه الدجاج كله شرب من المي. وبعدها لمدة 2 ساعة نخلي الدجاج نتأكد من عنده كله شرب من المي، نشيله للمي ونحاول نتلفه بمكان، او نخليه لقاصر. القاصر راح يقضي على الفيروس اللي موجود بهذا المي اللي بعدين فرغناه وعندي فيديوهات ناشر عن هذا الموضوع طبعا. وش وقت نلقح الدجاج؟ باي عمر اخواني، باي عمر نشتري به الدجاج، عندنا الدجاج بعدين ردنا نلقحه، باي عمر كان، يعني مو هو شرط اللي هو صغير يلا نلقح الدجاج. باي عمر نقرر نلقح به الدجاج فهذا الشيء ممكن. واي استفسار اكتبوا لي عن هذا الموضوع، ترى موضوع اللقاحات مهم جدا اخواني. واكو مفاهيم خاطئه باللقاحات، فاذا عندكم سؤال اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله اجاوبكم عليها، وربي يوفق الجميع ويبعد.